نبدأ نحل أسئلة اختيار متعدد من كتاب الامتحان. السؤال الأول: توصل العالم مندل بعد إجراء تجاربه على نبات بازلاء الخضر إلى أن، هل الكروموسوم الواحد يحمل مئات من الجينات؟ ولا الجين مسؤول عن ظهور صفة معينة؟ ولا الصفة يتحكم فيها زوج من العوامل الوراثية؟ ولا الجين يتكون من تتابع من النيوكليتيدات؟ لسه قايلين مندل توصل لإيه؟ توصل إن كل صفة وراثية بيتحكم فيها زوج من الجينات، يبقى الإجابة جيم. نركز في السؤال هو عايز إيه؟ ممكن يكون عندك أكتر من إجابة صح، لكن هو السؤال نفسه بيسألك على عالم مندل توصل في التجارب لإيه؟ إن الصفة بيتحكم فيها زوج من الجينات، واحد سيد والتاني متنحي. السؤال التاني: في الشكل المقابل الذي يوضح عملية تلقيح ذاتي في نبات بازلاء طويل الساق، أي مما يلي يوضح الأرقام 1 و2 و3 على الترتيب؟ طيب مدينا هنا البيرنس في 1، يعني ده علامة استفهام، وهنا 2، ده علامة استفهام في الأبناء، وفي الجيل في هنا برضو علامة استفهام. طب بيقول إيه؟ بيقول إن البيرنس المجهول في تي كابيتال تي سمول، يبقى ده سائد هجين، أهو ده سائد هجين. سائد هجين مع إيه؟ بعد كده الجاميتس او الامشاج، طلعت لنا تي كابيتال مع حاجه مش عارفينها، والتي كابيتال تي سمول طلعت لنا ايه؟ تي كابيتال وتي سمول. طيب الجيل الاول طلع ايه؟ تي كابيتال تي كابيتال، اذا ضرب دي مع دي يبقى دي تي كابيتال تي كابيتال، وبعدين ضرب تي كابيتال تي سمول اهي. طب هيجي بقى على الحاجه المجهوله اللي احنا ما احناش عارفينها ودربها، لما جه دربها مع تي كابيتال طلعت له هنا مجهول، ولما جه دربها مع تي سمول طلعت له تي سمول. اذا رقم 2 ده فيه هنا ايه؟ تي سمول. عرفتيها منين؟ ما هي تي سمول تي سمول، وهنا كانت تي سمول، اذا هي اتدربت مع مين؟ مع تي سمول، يبقى رقم 2 تي سمول. يبقى احنا كده هنعرف رقم 1. رقم 1 كان عبارة عن ايه؟ ادي تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تي سمول، يبقى سائد هجين برضو. يبقى انت عندك هجين مع هجين، ادي طلع لنا واحد الجاميتات اللي طالعه او الامشاج اللي طالعه، ادي تي كابيتال تي سمول، وهنا تي كابيتال تي سمول. خلاص بقى احنا كده عرفنا الحل بتاع الاخراني. ها هنا ادي تي سمول مع التي كابيتال، هتبقى ايه؟ هتبقى تي كابيتال تي سمول. يبقى الاختيار انهي؟ اهو ب، رقم 1 تي كابيتال تي سمول، رقم 2 تي سمول، رقم 3 تي كابيتال تي سمول. السؤال الثالث: عند تهجين نبات تركيبه جيني بي كابيتال بي كابيتال مع آخر تركيبه جيني بسمول بسمول، نتج عن هذا التهجين 150 فرد كلهم، فإن عدد الأفراد الناتجة ذوي التركيب الجيني الهجين، يعني بي كابيتال بي سمول، يكون كم فرد؟ طب تعالوا نشوف كده في المسألة. قايلك ادي بي وادي جاميت وادي فاميلي. طيب البي بيقول لك ادي بي كابيتال بي كابيتال مع بي سمول بي سمول، خد جاميت، يبقى ادي بي كابيتال وادي بي سمول، يبقى الاف هتطلع ايه؟ بي كابيتال بي سمول. النسبة كام؟ 100%، 100% هجين. طب هو هنا بيسأل بيقولك الهجين هيطلع كام فرد؟ هو طلع 100%. طب كل الأفراد اللي طلعت 150، يبقى هيكون كلهم 150 كلهم طالعين هجين. السؤال رقم 4: تظهر صفة اللون القرمزي للأزهار في نبات البازلاء بطرزين جينيين هما. طيب اللون القرمزي قلنا في نبات البازلاء ده ايه؟ ده سائد، واحنا قلنا السائد بيظهر بطرزين جينيين، يا اما سائد نقي يا اما سائد هجين. يبقى هل ار كابيتال ار كابيتال ار سمول ار سمول؟ لا، ده متنحي وده سائد. هل ار كابيتال ار كابيتال وار كابيتال ار سمول؟ ايوه، ادي ده سائد نقي وسائد هجين. هل ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال دبليو؟ لا دي كده غلط. لا. طيب هل ار كابيتال ار سمول
وار سمول ار سمول لا، لان كده ده سائد هجين وده كده متنحي. يبقى الاجابه الصح هي ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار سمول، سائد نقي وسائد هجين. السؤال رقم 5، الشكل المقابل يوضح وراثة صفة طول الأجنحة في إحدى الحشرات، والجيل الناتج من تزاوج الفردين س وص، آدي س القصير ده وص الطويل. من خلال ذلك يمكن استنتاج أن، طب أنا هعرف مين السائد ومين المتناحي إزاي؟ بص على الجيل اللي طالع، هتلاقي الجيل اللي طالع كله طويل. إذن إيه؟ إذن الصاد دي ايه؟ الصاد دي طويل لانهم شبهه، يبقى الصاد ده طويل، اذا الصاد دي هي السائد، لان احنا قايلين الجيل الاول بيطلع ايه 100% سائد، والسين ده هو المتنحي القصر. يمكن استنتاج ايه؟ يمكن استنتاج ان جيل الصفة في الفرد صاد يسود على جين الصفة في الفرد سين. السؤال السادس، عند تزاوج رجل وامرأة تركيبهما الجيني لصفة ما هو A كابتل A سمول، فيكون احتمال ظهور التركيب الجيني A كابتل A كابتل لهذه الصفة بين الأبناء هو، طيب تعالوا نشوف كده البيرنتس، البيرنتس بيقول ايه؟ بيقول A كابتل A سمول مع A كابتل A small. الجاميتس هتطلع ايه؟ هتطلع ادي A capital وادي A small وادي A capital وادي A small. طيب درب بقى كله مع بعضه، هيبقى A capital A capital ها A capital A small A capital A small A small A small. بيسأل هنا على ال A capital A capital النسبة بتاعته هتطلع كام؟ طيب دول كده ادي دول 50% النص، وده 25% وده 25%، يبقى النسبة بتاعته هتطلع 25%. السؤال السابع، إذا كان التركيب الجيني لصفة ما لأحد الأبناء، نبقى نركز يا ولاد إذا كان بيقول الآباء ولا الأبناء، لأحد الأبناء هو A small A small متناحي أهو، فأي مما يلي يمكن أن يمثل التراكيب الجينية للأبوين بالنسبة لهذه الصفة؟ طالما إن طلع عندنا اسمول اسمول، إذن الأب فيه متنحي والأم فيها جين متنحي، علشان لما يتجمعوا مع بعض يدونا المتنحي ده اسمول اسمول. طب تعالوا نفهمها كده، يعني لو إحنا قلنا ان اللي طالع احد الابناء فيه A small A small، اذا هنا الجاميتس لازم يكون فيه هنا A small ولازم يكون فيه هنا A small، علشان ايه؟ علشان لما يتجمعوا مع بعض يدونا الولد او احد الابناء اللي فيه A small A small. اذا البيرنتس من فوق، الاباء من فوق، لازم يكون فيه هنا A small ولازم يكون فيه هنا A small. تمام. طب تعالوا نشوف بقى في الاختيارات، اول اختيار مدينا طبعا هنا ايه A capital A capital مع A capital A small، غلط، احنا بندور على حاجه فيها المتنحي في الاب والام، اهو جيم، اهو جيم بيقول ايه A capital A small مع A small A small، الاب فيه جين متنحي A small والام فيها جين متنحي A small. انت لو عملت كده اهو اهو هيطلع لك الايه، هيطلع لك اللي هو طالبه بالظبط A small A small. يبقى لازم الأب يكون فيه الجين المتنحي والأم فيها الجين المتنحي علشان أحد الأبناء يطلع متنحي. السؤال الثامن، عند تهجين نباتات بازلاء تحمل أزهار قرمزية R capital R small، فإن نسبة ظهور الأزهار القرمزية في الجيل الناتج كام في المية؟ طيب إحنا عارفين البازلاء قرمزية، إذن على طول ده سائد، بيقول إيه؟ هنهجي النباتات أزهارها قرمزية، يعني بي وأدي جي وأدي الإف، يعني هنقول R capital R small مع R capital R small، خد الجاميتس يبقى دي R capital R small وهنا R capital R small.
الجيل هيطلع أركابتال 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 أر سمول أركابتال أر سمول أر سمول أر سمول. بيقول القرمزي طالع بنسبة كام؟ ده عندنا هنا كده، ده قرمزي، ده سائد نقي، وده قرمزي هجين، وده أبيض نقي. طيب يبقى القرمزي طالع بنسبة كام؟ طالع بنسبة 3 هنا لواحد، يعني بنسبة 75%. أهي الإجابة ب 75%. السؤال التاسع، عند تهجين نباتي بازلاء أحدهما يحمل أزهار قرمزية نقية مع آخر يحمل أزهار بيضاء متنحية، فإن نسبة الجيل الناتج تكون قرمزي نقي مع أزهار بيضاء متنحي دايما نقي، يعني ار كابتل ار كابتل مع ار سمول ار سمول، يبقى هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ار كابتل ار سمول. يبقى الجيل الأول 100% سائد، 100% أزهار قرمزية. القانون الأول ما فيهوش مشكلة خالص، الجيل الأول بيطلع 100% سائد. السؤال رقم 10، في نوع من الأسماك حدث تزاوج بين ذكر وأنثى كلاهما أزرق اللون. من الشكل البياني المقابل أي مما يلي يوضح الطرز الجيني لأفراد س وص الناتجة من التزاوج. تمام، حصل تزاوج ما بين اتنين لونهم أزرق. طب تعالوا نبص على الرسمة، عايزين نعرف إذا كان الأزرق ده سائد ولا متنحي. بص على الرسمة، عندك ص عالي قوي وس قليل، ص ده اللي هو لونه أزرق والأخضر اللي هو قليل. إذا ص ده إيه؟ اللي هو يبقى اللون الأزرق ده إيه؟ يبقى اللون الأزرق ده سائد والأخضر ده متنحي. ماشي، اللي تزاوج عندنا مين؟ الأبوين الاتنين لونهم أزرق اللون، إذا الاتنين من الأبوين سائد. لكن النواتج اللي طالعة إيه؟ هنا بقى، هنا الرسم البياني بيبين لنا الطرز الجينية للأفراد الناتجة، اللي طالع عندنا إيه؟ سائد ومتنحي. طيب طالما ان احنا عندنا متنحي لسه قايلين، يبقى الابوين لازم يكونوا سائد هجين. طيب تعالوا نشوف كده، لو عملناها هنا اهي، لو هي سائد هجين مع سائد هجين، يعني هنقول ايه؟ بي كابيتال بي سمول تزاوج مع بي كابيتال بي سمول، ازرق مع ازرق. تمام، الجاميتس اللي هتطلع ايه او الامشاج؟ اهي بي كابيتال وهنا بي سمول، هنا بي كابيتال وبي سمول. اللي طالع ايه؟ عندنا بي كابيتال بي كابيتال وبي كابيتال بي سمول وبي كابيتال بي سمول بي سمول بي سمول. يبقى اللي طالع هنا ازرق نقي وازرق هجين، وده ايه؟ وده اخضر. طيب احنا طلع لنا ايه؟ طلع لنا الازرق نشوفه عند كام؟ هنلاقيه عند 50% نسبة الافراد الحاملية 50%. طب مين فيهم هنا 50%؟ اهو الازرق الهجين، ادي دول كده 50%، ده 25% وده 25%، ده 25% اخضر، 50% ازرق هجين اللي طالع على الرسمة، والازرق النقي 25%. يبقى احنا طلع لنا هنا عند 50%، يبقى الصاد ده ايه؟ يبقى الصاد ده ازرق هجين، والسين ده اللي هو الاخضر اللي هو المتنحي اللي طالع بنسبة 25. لو بصيتوا على الرسمة فعلا هتلاقوه عند 25. طيب اذا الطرز الجينية لسين وصاد، طيب سين هتبقى ايه؟ يبقى سين هتبقى اهي اللي هي الاخضر، بي سمول بي سمول. طيب وصاد هتبقى ايه؟ صاد هتبقى بي كابيتال بي سمول اللي هو الازرق الهجين، الاختيار ج. عرفتوا بتيجي ازاي؟ اهم معلومه تعرفوها ان طالما الجيل الناتج الافراد الناتجه فيها متنحي والمتنحي دايما نقي، يبقى لازم الابوين يكون فيهم الجين المتنحي، الاتنين حاملين الجين المتنحي، عشان نقدر نحصل على أفراد ناتجة تكون متنحي. السؤال رقم 11، إذا علمت أن صفة المحقة والتي تتميز بغياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعيون
هي صفة منزلية متنحية، نركز، يبقى صفة المهقة ايه؟ متنحية. فعند تزاوج رجل أمهق يعني متنحي بامرأة تحمل جين المهقة، تحمل جين المهقة، يبقى ايه؟ يبقى سائد هجين. يكون احتمال ظهور الصفة في الأبناء، دي في المسائل اللي قلنا خلوا بالكم منها. تعالوا نشوف، الرجل الأمهق هنرمز له مثلا ادي بي وادي جي وادي اف. طيب ادي الرجل وادي السيد. طيب الرجل الأمهق بيقول ايه صفة متنحية، ولنفترض ان هي اسمول اسمول. طيب السيدة تحمل جين المهق اهو، اذا التاني سائد. طيب ناخد بقى هنا كده الجاميتس، ادي ايه سمول، وناخد هنا الجاميتس، ادي واحد ايه كابيتال وواحد ايه سمول. طيب نشوف بقى الجيل اللي طالع، هنضرب يلا، هنقول ايه كابيتال ايه سمول، ها ايه سمول ايه سمول. يبقى احتمال ظهور صفة المهقة في الأبناء، أدي ده أمهق، يبقى الأولاد نصهم هيطلع أمهق ونصهم هيطلع حامل للجين زي مامتهم، يبقى النسبة هتطلع 50% ل 50%، يعني 1 لـ1. دي زي المسألة اللي قلنا عليها ايه؟ قلنا عليها متنحي نقي مع سائد هجين، هتطلع النسبة 1 لـ1 في الصفة الواحدة، يبقى الإجابة 50. السؤال 12، إذا علمت أن جين صفة شحمة الأذن الحرة سائد، وعند تزاوج رجل ذو شحمة أذن ملتحمة، يعني ملتحمة دي إذا دي متنحي، يبقى الرجل إيه؟ الرجل متنحي. من امرأة ذو شحمة أذن حرة، يبقى الامرأة سائد. وأنجبوا جميع الأبناء ذو شحمة أذن حرة زي مامتهم السائد، يعني الجيل كله 100% سائد، فإن الطرز الجينية المتوقعة للأبوين إيه؟ أكيد سائد مع متنحي، زي قانون مندل الأول بالظبط أهو، سائد مع متنحي إدتنا إيه؟ إدتنا 100% الأبناء ذو شحمة أذن حر. طيب الاختيار الأول بيقول متنحي مع متنحي، هيدينا متنحي، غلط، ده الأولاد طلعوا كلهم سائدين 100% سائد أهو، يبقى أول واحدة غلط. ب بيقول متنحي مع سائد هجين، بس كده هيطلع ايه؟ هيطلع ان فيه هنا متنحي، ليه؟ لان انت عندك ادي الدي سمول هتيجي مع الدي سمول، فانت كده الابناء هتطلع لك بنسبة 1 لـ1، لا هو هنا بيقول لك 100% سائد، هنا بيقول لك جيم بيقول ايه؟ بيقول سائد سائد هجين مع سائد هجين، لا هو قال ان المرأة هنا سائد والاب متنحي مش سائد، ده اللي بيقول ايه؟ متنحي مع سائد، اه صح كده، متنحي نقي مع سائد نقي، هيروح مطلع لنا دي كابيتال دي سمول، يعني 100% سائد، قانون مندل الاول مفهوش مشكله. السؤال 13، سيده مصابه بارتخاء الجفن العلوي للعين، وهي صفه تعتمد على وجود جين سائد، هو بيقول هنا وجود جين سائد اي. والد هذه السيده مصاب بنفس الصفه، لكن والدتها كانت طبيعية، في ضوء ذلك أجب، ما هو التركيب الوراثي للسيدة؟ دي لو عندنا هنا البي وهنا الجي وهنا الاف، باباها ومامتها الأب كان والد هذه مصاب بنفس الصفة، إذا عنده هنا سائد، الأم كانت طبيعية، إذا الأم دي الأم وده الأب، الأم طبيعية إذا ما عندهاش الصفة دي، هي هتبقى إيه سمول إيه سمول، والأب كان عنده الصفة دي يبقى إيه كابيتال إيه سمول. طب طلع كده الجاميتس عندك هتبقى إيه؟ هتبقى آدي الإي كابيتال وآدي الإي سمول وهنا الإي سمول. طب يلا درب بقى، هتبقى إيه كابيتال إيه سمول وآدي الإي سمول إيه سمول. البنت اللي طالعة بيقول إيه؟ مصابة بارتخاء الجفن العلوي، لازم يكون فيها إيه؟ يبقى دي البنت المصابة، دي السيدة المصابة،
اي كابيتال اي سمول. تمام، بتكون حاملة لجين ارتخاء الجفن العلوي اهي. يبقى الاختيار الف، اي كابيتال اي سمول. طبعا ب بيقول اي كابيتال اي كابيتال، لا طبعا لان مامتها طبيعيه فهي مامتها اي سمول اي سمول. ج بيقول اي سمول اي سمول، لا طبعا لان هو في الاول قالك لازم يكون في جين سائد اي كابيتال. د الالف وب، لا غلط، يبقى الاجابه اي كابيتال اي سمول. لو حليتوا كل مساله بالراحه كده هتعرفوا الاجابه بسهوله. السؤال التاني، التركيب الوراثي لوالد هذه السيدة. التركيب الوراثي ايه؟ اهو ممكن يبقى هل اي كابيتال اي سمول، تمشي طلعت لنا في الاخر السيدة. ب بيقول اي كابيتال اي كابيتال، طب تعالوا نجرب كده اي كابيتال اي كابيتال ونشوف. ها لو حطينا هنا اي كابيتال وحطينا او الجميت هتبقى اي كابيتال، ندربها هتطلع برضو نفس النتيجه. اذا الاب ده ممكن يبقى اي كابيتال اي كابيتال او يبقى اي كابيتال اي سمول زي ما عملناها في الاول. تمام، يبقى الاجابه د الف او ب اهو. كده كده يبقى حامل جين السائد اي كابيتال، ممكن يبقى سائد نقي ممكن يبقى سائد هجين. السؤال رقم 3 بيقول ايه، التركيب الوراثي لوالدة هذه السيدة. اهي الام ايه، اي سمول اي سمول، متناحي لان ما عندهاش المرض ده، يبقى الاجابة جيم صح. السؤال الرابع، اذا تزوجت هذه السيدة اي كابيتال اي سمول دي رجل طبيعي، رجل طبيعي يعني اي سمول اي سمول، تكون نسبة الابناء المتوقع ان تظهر عليهم الصفة هي. هو من غير ما احلها احنا عارفين ان السائد الهجين مع المتنحي النقي، لأن الرجل الطبيعي رمزه اي سمول اي سمول. السيدة كانت ايه؟ كانت اي كابيتال اي سمول، تزوجت مع رجل طبيعي اي سمول اي سمول. يبقى هنا ادي ماشيج اي وماشيج اي سمول، وهنا ماشيج اي سمول، يلا ضربوهم مع بعض هيطلع اي كابيتال اي سمول وهيطلع اي كابيتال اي اي سمول اي سمول، هتطلع النسبة واحد لواحد او نسبة 50% 50%. لأن احنا كنا قايلين قبل كده في حل المسائل لما نلاقي سائد هجين مع متنحي نقي النسبة هتطلع واحد لواحد أو 50% 50%. يبقى الاختيار ج 50% هما اللي هتظهر عليهم الصفر. يا رب تكونوا لحد دلوقتي المسائل سهلة عليكم. السؤال 14، ظهور أبناء عيونهم ضيقة لأبوين عيونهم متسعة، فهذا دليل على ان الطرز الجينية للابوين هي. الاولاد في منهم ظهر عينيه ضيقة يعني مثلا متنحي، والابوين عيونهم متسعة، الاتنين متسعة، يبقى الطرز الجينية للابوين ايه؟ الف بيقول هل ايه كابتل ايه كابتل مع ايه كابتل ايه كابتل، اكيد لا طبعا لان الاولاد طلع فيهم متنحي يبقى لازم يكون في اسمول، غلط. ب بيقول ايه كابيتال ايه كابيتال مع ايه سمول ايه سمول، لا لانه بيقول الابوين عينهم متسعه فلازم الاثنين يكون فيهم جين سائد ايه سمول ايه سمول، ده متنحي. ج بيقول ايه سمول ايه سمول مع ايه سمول ايه سمول، غلط. ليه؟ لان احنا هنا كده مش هيطلع يعني الابوين قلنا لازم يكون فيهم عينهم متسعه يعني كابيتال، والولاد طلعوا ضيقه فلازم يبقى فيه حاجة هجينة بحيث انه يطلع صفة تانية غير الابوين. ده اللي بيقول ايه كابيتال ايه سمول مع ايه كابيتال ايه سمول. ليه؟ لان انت عندك هنا ادي ده عيون واسعة سائد هجين مع سائد هجين، واسع مع واسع، بس لو جيت خدت الامشاك تعالوا كده نشوفها اهو يا سيدي، ادي ماشيج ايه كابيتال وادي ماشيج ايه سمول، ماشيج ايه كابيتال وماشيج ايه سمول، ضرب بقى هيبقى ايه كابيتال ايه كابيتال وايه كابيتال ايه سمول، ايه كابيتال ايه سمول وايه سمول ايه سمول. هو بقى بيسأل على دول اللي عينيهم ضيقه، فطالما ان عيونهم ضيقه يعني متنحي نقي فلازم يكون الاثنين فيهم ايه، فيهم متنحي، يبقى الاثنين لازم يكونوا سائد هجين، يبقى الاختيار ده صح. السؤال 15، إذا علمت أن جين لون القرن الأخضر في نبات البزلاء سائد، يبقى الأخضر إيه؟
الأخضر سائد. على جين لون القرن الأصفر، يبقى الأصفر ده طبعا متنحي. السؤال الأول، عند تهجين نباتين من البزلاء كلاهما أخضر القرون هجين، أخضر هجين سائد هجين، فإن نسبة النباتات الصفراء القرون في الجيل الناتج هي المتنحي، بقى هيطلع ايه؟ احنا لسه عاملينها من شوية فوق اهي، بس نكررها تاني مفيش مشكلة. بي وجي والاف. طيب هنا بيقول ايه؟ اخضر هجين يعني جي كابتل جي سمول مع جي كابتل جي سمول سائد هجين. نطلع الجميد، سي جي كابتل، وادي هنا جي سمول، وهنا ادي جي كابتل، وهنا جي سمول. يلا اضربوا مع بعض، هتبقى جي كابتل جي كابتل جي كابتل جي سمول جي كابتل جي سمول جي سمول جي سمول، ودي اللي لونها اصفر المتنحي، ودول لونهم اخضر. يبقى النسبة كام؟ قانون مندل الاول، يبقى النسبة كام؟ النسبة 3 اخضر لواحد اصفر، او 75% اخضر ل25% اصفر. يبقى الإجابة دي 25%. السؤال الثاني، تظهر صفة لون القرن الأصفر في نبات البازلاء من جميع التهجينات التالية ما عدا الأصفر، احنا قلنا اللي هو جي سمول جي سمول المتنحي النقي، جي سمول جي سمول اهو جي سمول جي سمول، ده اللي هو الأصفر. هيظهر من كل دول ما عدا ألف. بيقول ايه؟ ألف بيقول جي كابتل جي سمول مع جي سمول جي سمول، لأ احنا محتاجين متنحي، هو ده متنحي نقي، إذا محتاجين إن الأبوين يكون فيهم الجي سمول. ألف دي الأبوين واحد بس اللي فيه جي سمول، يبقى الاختيار هو ألف. تعالوا كده نشوف ب. ب هنا اهو الأبوين الاتنين فيهم الجي سمول، ج الأبوين الاتنين فيهم الجي سمول، د الأبوين الاتنين فيهم جي سمول، عشان الناتج لازم يطلع جي سمول جي سمول. السؤال 16، من الجدول المقابل أي مما يلي ليس من الاحتمالات الوراثية للجيل الناتج، مديك حيوانات منوية وبويضات. يعني إيه؟ يعني أمشاج، يعني هتدرب على طول بقى. مديك الحيوانات المنوية A كابتل B كابتل و A كابتل B سمول، والبويضات A سمول B سمول وال A سمول B كابتل. تعالوا كده نجرب مع بعض هنشوف دول الأمشاج يعني الجاميتس. أهو أدي الجاميتس، مديك الجاميتس هنا ايه؟ هنا ادي ال AB، هندربها مرة مثلا مع ال A small B small اللي هي تحتها، هتديك ايه؟ هتديك ادي ال A capital A small B capital B small، دي طلعت اول واحدة. طيب ناخد التانية، هنقول برضو ادي ال A capital، يبقى دي اول واحدة عشان نبقى ايه متفقين. تاني واحدة ال A capital B capital، هندربها مع ال A small B small البويضة التانية، هتطلع ايه؟ هتطلع A capital A small B capital B capital. ماشي. ناخد الحيوان المنوي التاني اللي هو اسمه، ناخد الحيوان المنوي التاني اللي هو اسمه A capital B small مع A small B small البويضة دي. يبقى هتدينا A capital A small B small B small، ادي رقم 3. ها اللي بعد كده هندرب ال A capital B small مع مين؟ مع ال A small B capital، هيدينا مين؟ هيدينا A capital A small B capital B small. دول الأربع احتمالات اللي هيطلع اهو، A capital A small B capital B small، الأربع مربعات دول. هنا بيقول ايه بقى من الجدول المقابل؟ ليس من الاحتمالات. طيب A capital A small B capital B small اهي، دي طلع عندنا، يبقى دي معانا. ب بيقول A capital A small B capital B capital، برضو دي معانا اهي. ج بيقول A small A small B small B small، لا دي مش معانا،
طبيعي ما تبقاش معانا، لان احنا عندنا هنا المذكر فيه ايه كابيتال، الاتنين فيهم ايه كابيتال، فكده كده لازم هيطلع ايه، هيطلع الجين بتاع الايه كابيتال السائد ده موجود في كله. ده اللي بيقول ايه كابيتال ايه سمول بي سمول بي سمول اهو. يبقى الاختيار جيم لا ده مش معانا ومش مظبوط انه يطلع. السؤال 17، نسبة الأمشاج من النوع A كابيتال B سمول التي ينتجها الفرد ذو التركيب جيني A كابيتال A سمول B سمول B سمول هي كام؟ أهو A كابيتال A سمول B سمول B سمول، هيطلع جاميتس عاملة ازاي؟ هندرب كل صفة مع الصفة التانية، يعني هنقول A كابيتال B small وهنقول A small B small. هو هنا بيسأل على يعني هتطلع بنسبة 50% ل 50%، هو هنا بيسأل على A capital B small اللي هي دي تطلع بنسبة 50%. السؤال 18، إذا كانت نسبة الأمشاج من النوع A small B small فأحد الأفراد هي 100% فإن التركيب الجيني لهذا الفرد يكون، الأمشاج عندك طلعت متنحي، فأكيد أكيد الفرد هيكون إيه، وهنا بيقولك مش طالع غيرها، يعني كل الأفراد طالعة A سمول B سمول، فطبيعي إن الفرد يكون إيه، أكيد هيبقى برضه متنحي، ما هو أكيد مش هيطلع فيه حاجة مختلفة. يعني هو هنا بيقولك إيه طالع المشيج أهو A B، فطبيعي اللي فوق هيبقى إيه، هيبقى A سمول B سمول B سمول، عشان لما تيجي تاخد هتبقى تاخد A والبي بس، يعني هو ده اللي طالع بنسبة 100% مفيش حاجة تانية، فهيبقى دال A small A small B small B small. السؤال 19، فرد تركيبه جيني جي كابيتال جي سمول اتش كابيتال اتش كابيتال، أي الاختيارات التالية صحيح بالنسبة للأمشاج التي ينتجها؟ طب تعالوا بقى كده نشوف. طيب هنا بيقول ايه، هل 25% جي سمول اتش كابيتال؟ لا طلع بنسبة 50%. ب بيقول 50% جي سمول اتش كابيتال، صح يبقى الاجابة ب. ج بيقول 75% جي كابيتال اتش كابيتال، لا ده اللي بيقول 100% جي كابيتال اتش سمول، اكيد طبعا غلط لان احنا هنا عندنا في واحد متناحي اهو، اكيد هيطلع 100% غلط طبعا. في حاجات كده ما بتحتاجش ان احنا نكتبها بالورقة والقلم، يعني مجرد ما تبص في السؤال تعرف ايه اللي هيطلع بالظبط. السؤال 20، عند تهجين نبات بازلاء بذوره ملساء هجين مع نبات بازلاء بذوره مجعدة فإن نسبة البذور الملساء في الجيل الناتج هي، كأن احنا بنقول بالظبط ادي سائد هجين مع متنحي نقي، النسبة في الآخر هتطلع 1:1. تعالوا نعملها، تعالوا نعملها ونفرض مثلا الملساء مظلل الملساء بالاس سموث مثلا، يبقى اس كابيتال اس سمول مع بيقول مجعدة بذور مجعدة، اذا اس سمول اس سمول، يبقى ده ملساء ملساء هجين اللي هو سائد هجين يعني، وده مجعد اللي هو متنحي نقي. يلا طلع الجاميتس، ادي اس كابيتال وادي اس سمول وهنا اس سمول. طيب طلع الجيل، هتبقى اس كابيتال اس سمول واس سمول اس سمول، النسبة 50% 50% يعني 1:1. اوكي يبقى النسبة 50% 50% ملساء و50% مجعد. السؤال 21، عدد أنواع الأمشاج التي تنتج من فرد تركيبه جيني A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول. A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول هتبقى إيه؟ هتبقى A كابيتال، إحنا قلنا المشيج لازم يحتوي على الصفتين A كابيتال B كابيتال و A كابيتال B سمول، ها؟
ها، وايه سمول بي كابيتال، وايه سمول بي سمول، يبقى كام؟ 1 2 3 4، 4 أنواع. الإجابة ده. السؤال 22، إذا كان التركيب الجيني لفرد بي كابيتال بي كابيتال آر كابيتال آر سمول، فإن جميع الأمشاج الناتجة تحمل دائما إيه؟ تعالوا نشوف كده. آدي بي كابيتال بي كابيتال آر كابيتال آر سمول، يلا طلع الأمشاج. يبقى هنا بي كابيتال آر كابيتال وبي كابيتال آر سمول. يبقى هنا بيقول ايه؟ هل بتحمل جينين سائدين؟ الأمشاج بتحمل جينين سائدين؟ لا. ليه؟ انت عندك مشيك بيحمل جين هو متنحي. هل بتحمل جينين متنحيين؟ لا، انت عندك في هنا جين سائد وجين متنحي، وهنا سائد وسائد. جين بيقول جين سائد جين سائد، بتحمل جين سائد اهو. الاتنين بيحملوا ايه؟ بيحملوا جين سائد اللي هو البي كابيتال. ده الجين متنحي؟ لا، انت عندك هنا في جيم متنحي، لكن هنا في سائد. يبقى الإجابة جيم جين، كل الأمشاج بتحتوي على جين سائد اللي هو البي كابيتال. سؤال 23، عند تهجين نبات بازلاء بذوره صفراء ملساء، صفراء ملساء، مع نبات آخر بذوره خضراء مجعدة، كانت الأفراد الناتجة جميعها بذور صفراء ملساء، يبقى زي ايه؟ 100% سائد للصفتين، يبقى ده قانون مندل التاني. في ضوء ذلك أجب الطرز الجينية للأفراد الناتجة هي، تعالوا نشوف. آدي عندنا هنا الأصفر الملساء أهو، يبقى نكتب كده، آدي البي وآدي الجي وآدي الإف. البيرنتس كانوا إيه؟ كانوا واي كابيتال واي كابيتال اس كابيتال اس كابيتال مع واي سمول واي سمول اس سمول اس سمول. هنا ايه؟ هنا ده اصفر ملساء، وهنا اخضر مجعد. طلعوا يلا الجميز، هنقول ايه؟ واي كابيتال اس كابيتال، لازم المشيك بيحتوي على الصفتين، وهنا واي سمول اس سمول، قانون مندل التاني عادي خالص. يبقى الأفراد اللي ناتجة هتطلع 100% صفراء وملساء، اهي واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول، 300% أصفر ملساء. يبقى الطرز الجينية بتاعتها ايه؟ اهي واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول. السؤال الثاني، عند ترك أفراد الجيل الأول تلقح نفسها ذاتيا، فإن نسبة الأفراد اللي بتحمل نفس الطرز المظهرية والجينية للآباء هي، تعالوا ناخد يلا أفراد الجيل الأول، طلع كانت طالعة إيه؟ واي كابيتال واي سمول، ده الجيل التاني، ده القانون التاني على طول، بس نعمله برضه، واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول مع واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول. يلا خدوا جميتس كده، هتبقى ايه؟ هتبقى واي كابيتال اس كابيتال و واي كابيتال اس سمول وواي سمول اس كابيتال وواي سمول اس سمول، وهنا نفس الحكاية، هتبقى ايه؟ هتبقى واي كابيتال اس كابيتال، وهتبقى واي كابيتال اس سمول، وهتبقى واي سمول اس كابيتال، وهتبقى واي سمول اس سمول، برضه 4. هنا بيقول نسبة الأفراد اللي بتحمل الطرز المظهرية والجينية، يعني عايز الأفراد اللي طالعة زي الآباء بالظبط، اللي هي واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول. تعالوا كده لما نجيب بقى هنا الحاجات وهندرب مع بعض، يبقى هنقول ايه؟ يبقى واي كابيتال واي كابيتال اس كابيتال اهي، كتبناهم كلهم الايه لما هجنا الايه الافراد الجيل الاول مع بعض.
اللي هي الصفراء الملساء، وطلعت لنا الأمشاج، وبعد كده طلعت لنا الإيه الجيل الأول، وطلعوا كام؟ 4 في 4 طلعوا كده 16. طيب هو عايز بقى بيسأل عن الأفراد اللي بتحمل نفس الطرز المظهرية والجينية للآباء، يعني عايز نفس الأفراد اللي بتحمل واي كابيتال واي سمول، اس كابيتال اس سمول. تعالوا نعدهم كده مع بعض، ادي واي كابيتال، اهي ادي واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول، وادي واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول، وادي واي كابيتال واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول. يبقى طلع لنا كام؟ 1 2 3 4 ليهم نفس الايه، نفس الطرز المظهرية والجينية للآباء. طيب هنا عددهم 4 تمام، وكلهم كام؟ كلهم 16. طب هو هي عايز النسبة، يبقى هنقولها ازاي؟ هنقول 4 على 16 في 100، هيروح طالع لنا النسبة. النسبة هتبقى كام؟ 25%. يبقى 25% من الأفراد هيطلعوا ليهم نفس الطرز المظهرية والجينية للآباء، يبقى 25% نفس بالظبط قانون مندل التاني لما هجنا أفراد الجيل الأول مع بعض، لما كانت النسبة طلعت 9 لـ3 لـ3 لـ1. لو جيت حسبت نفس الأفراد ليهم نفس الطرز المظهرية والجينية هتطلع برضو 4، يعني نسبة 25%. السؤال 24، ادرس الشكل المقابل ثم أجب. سين تمثل. طيب هنا مدينا ايه؟ مدينا ايه كابيتال ايه كابيتال، وهنا ايه كابيتال ايه سمول، وهنا ايه سمول ايه سمول. سين موجودة في التلاتة، وصاد موجودة في السائد بس. طيب بيقول ايه؟ تمثل سين دي ايه؟ هل عدد الأليلات لكل صفة وراثية، يعني الجينات، الأليلات اللي هي الجينات لكل صفة وراثية هي موجودة في التلاتة، خلوا بالكم، ولا هل تمثل ظهور الصفة في الجيل الأول، ولا تمثل، هي أكيد مش هتمثل الصفة في الجيل الأول، قولولي ليه؟ لأن احنا هي برضو ظاهرة فين؟ ايه سمول ايه سمول، والمتنحي ما بيظهرش في الجيل الأول، احنا اللي بيظهر عندنا في الجيل الأول السائد. جيم بيقول وجود الصفة على نفس الكروموسوم، ولا لا، احنا هنا قلنا على فكرة الصفة ممكن تبقى على كروموسومات متبادلة، وهي دي اسمها الصفات الأليلومورفية. دال موقع الصفة على نفس الكروموسوم، لا برضو، ليه؟ لأن احنا هنا عندنا برضو ده المتنحي وده السائد. فسين دي بتمثل ايه؟ بتمثل عدد الجينات اللي موجودة لكل صفة، اللي هي زوج من الجينات، أو زوج من الجينات في السائد، زوج من الجينات في السائد، زوج من الجينات. يبقى سين دي بتمثل عدد الأليلات لكل صفة وراثية. صاد تمثل صاد ايه بقى؟ احنا هنا عندنا في عندنا هنا الصاد ظاهرة فين؟ في السائد، سواء سائد نقي أو سائد هجين. صاد بتمثل ايه؟ نقاء الصفة، لا ما هي ظاهرة في الهجين. ب تشابه الطرز المظهري، ليه؟ لان انت عندك هنا ده سائد وده سائد، الاسم المظهر صفة سائدة، لكن الجين تركيب الجين ده نقي وده هجين، يبقى صح تشابه الطرز المظهر. جيم تشابه الطرز الجينية، لا طبعا، لان ده سائد نقي وده سائد هجين. تشابه الأليلات اللي هي الجينات، لا طبعا. يبقى الإجابة ب تشابه الطرز المظهري.